السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم خير ونور وسرور. صباحكم برشلوني كالعادة. اليوم إنه ثالث شنة لو رابع، جايين الخميس والجمعة، لا طرنا الأربعة ما ينحسب، وصلنا في الليل، لا بينحسب بعد غميضة حرام. الأربعة والخميس الجمعة والسبت، بكرة الأحد، بكرة إن شاء الله راد. أقولكم أنا واعي من الصبح يا غير يتني مكالمات وكله على هذا البرنامج. انزين، وطالعت العرب، العرب طالعتني، كلمت اختي حصة وطمنت عليها الله يحفظها، قولوا امين ان الله يعافيها ان شاء الله ويعافي كل مسلم في هيوستن، ويابت لي اخبار جميلة عن ناس وايد احبهم، وكلمت بيتنا وكلمت ام محمد وكلمت محسن، وما خليت حد ما كلمته، كله في البرنامج هذا اللي شوفني واشوفك. وكلمت المحسن، هاي انا صاحي، هذا الخبير، قلت له يلا انقفض، ان شاء الله ان اليوم بنتلاقى ويا حمد وسعيد وبنتمشى، بنسير مكان ما تشد سرناله، والله ما ادري شو البرنامج بيكون، لكن اليوم اخر يوم لنا ان شاء الله في برشلونه، وبكره ان شاء الله رادين البلاد اذا الله جعلنا الحين. طيارتنا الساعه 10 الصبح الاقلاع، بنوصل ابو ظبي ان شاء الله مسيان على طيران الاتحاد اذا الله راد. طيران الاتحاد الوجهة الجديدة اللي لبرشلونة، ثلاث رحلات أو أربع رحلات في الأسبوع، ابتداء من الشهر الجاي بتكون الرحلة يوميا شيء طيارة تسير وطيارة ترد إن شاء الله، يعني في الأسبوع سبع رحلات ساير، سبع رحلات جاي. أقولكم إن شاء الله إذا الله سخرهم اليوم قوم سعيد نبي نتلاقى فياهم البحر. والله قزرنا يوم كان جميل، يوم جميل من أجمل الأيام، تمشينا وسرنا وعينا من الله خير وسولفنا وضحكنا، ما زين ليوم تلقط حد من جماعك ومن هلك وترمس وياهم وتسولف وياهم، يعني هذا روحه إنجاز ومتعة، سبحانك يا رب. في الغربة شيء جميل، بالأخص الناس عاد اللي شارات جماعتنا، يعني الله الناس كلها خير وبركة، حد من العرب مفنود، هي نعم ما روما غبي، وبالخص جماعتنا نحن تبارك الرحمن، هاي الناس طيبين وخيار مثلكم وشرواكم انتو يا المتابعين. المراد ما علينا حين نحن البرنامج حين تريا بييني بيطلع لي، هو في الدور 20 وانا 21، بيطلع لي شو اسمه الخبير، بنصير بنتريق وبنعين من الله خير وبرد بنتلبس وبنتوكل على الله. الخبر اللي قالته المهندسة حصة الخالدي، وقالت لي يعني جابت لي خبر الناس تلاقت وياهم، وفرحني مردودهم بالنسبة لي أنا وكلامهم عني أفرحني، والجماعة هذا الرجال، هو رجال كبير ما شاء الله عليه، من رجالات الدولة عندنا الله يحفظه ويبارك فيه، له يميل ومسوي فيه معروف، عمره ما يقارب 45 أو 43 سنة، وما أنسى له المعروف من يوم أنا عمري 15 ل 16 سنة. أنزين، شو المعروف هذا الله يحفظكم؟ المعروف هذا الله يحفظكم حياة يدي سعيد بن أحمد بن خلف بن خدي القبيسي يعله الجنة، وداني عند شخص، الشخص هذا الرجال هو في سنه، في سن هذاك الرجال، بيتهم كان في دارة المياه. قال الله فينا نباكم تشغلون هالولد هذا. الرجال هذا قال إن شاء الله، فارق طيب يا أبو محمد، لكن هذا الولد صغير، نحن ما بنشغله، نحن بنندبي يدرس لندن، شو رايك؟ قال حياتي يدي هدأ، وأندبوني أدرس في لندن مدينة يسمونها إيسبون، تاريخ عينوني قبل في الآدية في الجهاز. بمره هو الرجال هذا، يعلى الله يحفظه ويحفظ هله ويعودهم سالمين قانمين يا أرحم الراحمين. قال له نحن بنعينه قبل، وعينوني موظف كاتب عمري 16 سنة، عينوني كاتب، وشوفوا اللطف كيفي من الله وتسخير حكومتنا كيف يساعدون المواطنين، من مساعدة المواطن ترى ما بشيء جديد في الدولة،
منذ التأسيس. قال بن عينه موظف حق يقبض معاش، حتى لو هو المعاش جليل برايه. كان المعاش 3300 درهم، هذا اللي أنا قبضه راتبي في الجهاز. واندبوني أدرس في لندن مدينة إيسبون لمدة 3 أو 4 سنين. يا غير ما درست اسم الراعي العائلة مستر جيمس وحرمته مسز جيمس، وعندهم كلب اسمه كيم. هي والله اتذكره، زرت والله مدة طويلة ما أدري كم من سنة. يا غير أبوي ما الله كتب إني أنجح، سبحانك يا رب. وقزرت سنين عقب ردوني الجهاز، قال أبوي هذا ما شي فايدة، ما كمل دراسته. يلست له دربان وسوالف وطبيخ ونفيخ، ويمعت أمة لا إله إلا الله في بيت في حويهم، هالبيت العائلي اللي سوني، واستاذة وفقارة، لكن عقد صداقة وياهم. عندهم ولد وعنده ربيعته بعد حمرتي من ما أدري من وين، وطبخ ونفخ، عندهم حوي صغيروني وطبخ ونفخ، وعندك ودوكيت يا معهم من السعودية ومن ليبيا ومن الجزائر، جميع الطلبة ومن كل البلدان العربية يتجمعون عندنا. وجلبت لهم بيتهم، شو بقول لكم، كرخانة ساير وياي وشو وياسين. وعلمت حرمته الكباب هاي مسز جيمس، اسبوع كامل ارويها ايش قالت عين، واخر شيء قالت نو 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 ما طحت. شو طالع؟ قالت له نحن ابوي عندنا طريقه غير، ويابت ابو قويطيات. قالت ابوي نحن نسميه بانكيك، انت تسميه شباب على هواك، لكن نحن ابوي اسمه بانكيك. الحين ايش اللي خلاني ارمس رمسايكل؟ هي والله فيعل الله يعوده ان شاء الله، هو فريجه ويحفظه ويعافيهم ويعفو عنهم يا ارحم الراحمين. سالمين غانمين من هيوستن، وانك يا رب انك تشافيهم وترفع عنهم كل شر وضر، وتكتب لهم اللي فيه هدى وصلاح يا رب العالمين. وهم هب لهم هم وكل انسان يطلب مسافر في غربة ويطلب علاج، ان الله يعافيه ويرفع عنه يا رب العالمين. ان الله يرفع باسه عن كل انسان مريض، وان الله يخفف عنهم الغربة ويحشم غربتهم ويعافيهم ويعفو عنهم وعن كل مسلم يا أرحم الراحمين. لكن بالأخص الشخص هذا هو فريجه يتعالجون، يعني الله يعافيهم يا رب. له أفضالا هب الله علي هنا، له أفضالا على أمة لا إله إلا الله، أمة لا إله إلا الله. يا الله يا رب أنك تعافيه وتمد بجله وتحافظه وتطرح فيه البركة، هو فريجه والمسلمين أجمعين. يلا عاد بس عليكم، صبحكم الله بالخير، برويكم عمري قبل تسكر باب ايش قاعد ببين. ايوه هذا اللون الملكي اليوم، اللون الملكي اللي هو رقم 1 ماشي اشارات ابين. الحين ابين ايش قايل، ايوه الحين ابين. اقول لكم شفتوا اللون بالله عليكم، اللون روحي سوال اساوي. جود مورنينج ابو ابراهيم. زين زين الله يحفظكم للريوق. بنتريق بنعين الله خير، برد كالعادة يعني ما حق شو بعد 45 ودي، يلا ما نمس خلاف. يا ابوكم ان شاء الله قوم سعيد، كان يوم جميل باح مع قوم سعيد صح؟ كان جميل كان مميز وقضينا مشي. هي والله كم مشي من تقريبا يمكن 10 ساعات مشي الباحة، 10 ايوه اكثر سبحان الله الصبح. هي والله كان يوم جميل وجو جميل ومع ناس جميلين طيبين. يلا نمس خلاف. اللي تخبرون عن الفندق هذا شو اسمه فندق آرتس. فندق جميل ومميز، هو احسن فندقين اثنين في جنتي برشلونة، واحد من هذا واحد ثاني اظني اسمها ولا بعد ابين. الفندق الثاني اظني اسمه جي دبليو. Good morning. Good morning. Have a nice breakfast. Thank you. كلها بنات بريكفاست ويا حيك ولا لا لا خطر عليهن يهيلن من يشوف انك المصري زهرطن. هات يهيل باللهجة المحلية. تيهيل. يقولون تيهيل. بلا أكثر بعد. ماشي ماشي. زين هي. شوف باللهجة المحلية تيهيل. وبالخليجية ملولش.
يلول شل تلولي شو عندكم انتو زغر زغرطة مورنين جيلز thank you table for two thank you thank you how are you how are you زي غيرتك شاور تريك خارج اي ها البافوري يخارب كل اللي دخون وبرد ما في لنا يسخاري برا برد شويونا ما في يا ربي يد زقارة أبوي ليلى دخل زقارة خال نحن ندخل داخل شو رأيك إلا بنغير جو وين الريجات هناك وين التاوات والوعيان وكذا طاولة عندهم مكانهم فنان فنان نحب أن يسهلها في طبيعي ما بصور ريوق لأنه مصور لنا كذا مرة الحين أقول لك يعني توه مسج يقولون من المتعارف عليه أنه يعني الرجل يذهب قبل المرأة يعني في الموت في سنة الحياة أن أغلب الناس اللي ماتوا الرجال يموت قبل الحرمة وأنا الباحة قلت يا الله يا رب منو بيتعبل في الخيام وهذا لازم رجال اللي يتعبل فاهمني فعيال المهم المراد أن حين أنت شو تمنيت مبارك أنا تمنيت أني أنا بصير عقب بصير العكس دائما قول والله غير بدل يا رجال ببتدي أكرهك يا رب لا تسمع منه لا في حالتي أنا بحالة خاصة يعني أنا أحب أتعبل وما أدري قايل وإنه يعني هي قبل وعقب أنا أبى بين بينها 15 سنة 15 ولا 17 أنا أفضل 17 يعني لين لأنها ما في أي حزن سنة سنة حزن وعقب بعيش يعني حياتي وبترحم عليها وبتصدق منو بيتصدق عقب جوز مرة ثانية لا لا يا رجال وحده ويلا يلا بعد أسير بلي عمري لا لا العرس ما بلوى يعني هاي نعمة ما أدري ليش أنا قلت هالكلمة المهم هذا ما فيه مسح أنا بدي شيء منك بس ها صور فطوري هي وصور فطورك فطورية بعد ما جبت أنا فطور صور فطوري هذا وصور فطورك أقولكم قوم مرزوق صايدين ما شاء الله فضل وخير من الله خبار صايدين جش مطرش فيديو أو إنه بيندب لنا نحن حق بيتنا ها وكل مرة يقول هالنمونة لكن ما يصدق رمسه الفاضي عيال يقول لي يقول أو إنه بيندب لكن ما يندب آخر مرة نزل فيديو وينزله في الجروبات عندهم يقول بيندب الفودان وندب الشو يوم انحرج ندب ثلاجة منزورة كلها يراير وأربع له خمس جشات وهامور واحد الهامور بعد ما من عندهم عند محمد بن عبد الله هو ما يهون عليه ما أدري هو دخله السوق ويهبط السوق ما تعرف الله العلم عند الله بقيت الكرم عند هلال بن محمد نو خداي ولا مرزوق ما كان ياسي بن ياسي ويكلهم الكرم هذا غير نمونة ما أدري على منو ظاهر ما أدري على منو ظاهر لكن نحب ننزل الفيديو لا حول بنسلب عليك تونا يا بين ودم ما شاء الله شوف شوف الخير طالع ها والجيش هذا ما شاء الله والحمد لله زين ونهرياك انا مشتاقين لك بطرش حق منو حق ابو محمد قال طيب هذا موجود يسمع صوته يا رب تعال شحمت الشعريه انا حالف انك تنسحب اليوم يا ابو انا انسحبت انسحبت اليوم اليوم بتنسحب انسحبت انت غلبتني في لا لا, لا بتنسحب غلبتني في المين كورس مالك المين كورس مالي سبيشل محمد بس يرد ان شاء الله طابين شوف شوف, شوف شوف يا حبيبي شوف يا حبيبي شوف صيد الجبيل يا ابوي اللي انت عندك بعد اسمك هاي بنطر الشحق هذا الخالد الحين ابو محمد عطنا رايك في سمك الجبيل شو بقولكم اليوم أنا روحي عيبيت بعلم ما يبين هذا أقولكم اليوم أنا روحي عيبيت بعمري كان حد يعجب بعمرها أيوة اليوم بربل تعال الصبح بعد كان بربل هي والله بربل فوق أسود وهذا وهذا الأسود يا الله يطول بعمرها اللي من عنده هالشيء الفنان هذا بعد اللي هدب طيب بغيت تكود زين ها من هداي لندن هذا يعني الله يسلمه رأي البطين انزين اقولكم بربل اليوم طعمه زيني
والله يا ابو كان غادي غير نمونه تبارك ما شاء الله علي تخت بنده الله يحفظني. ترى كلها سوالف، هذا ما بصدق اسوي سوالف ان حد يعيب بعمر هاك الوايدين اللي بيقبضونها علي على التكه على ما قالوا المصريين يدورون علي ادنات الدون. لكن اذا ما كنا فنان والله فنان وفنان ونص ولا علي حشد من هالحثة وديتين يسير لين فوق ينزل يقول يا ستر اياك يابو كل يوم عايبني البربل عايب شو رايك اليوم اللبسه رقم واحد 100 100 محمد شكرا يا بارك الله فيك. كل الفنادق اللي جيت دبت حياتي شيء فيها خدمه وفيها استقبال فنان وفيها شيء مميز في كل الدنيا لغير الفندق هذا الله يحفظكم الفندق هذا اللي الفرق بينه وبين اي فندق بحياتي شفته طريقة استقبال العالم اللي يشتغلون الريسبشن والناس اللي عند الأسانسيرات والمطاعم والمداخل والمخارج وين ما تشوفهم الابتسامة قوية زيادة على اللزوم وين ما تشوف أي مكان شفتها يا حبيبي لو شفتها وقراسيس بالدقيقة والضحكة والابتسامة دام بليز والابتسامة يعني شيء وايد جميل شيء جميل يعني من الأشياء اللي أنا شفت شراته يعني كمية الابتسامة مهولة Thank you You're welcome هي والله غرب اللهتم والله يبوكم هم إنهم ملقنين لين هالدرجة ملقنين يعني معقولة يعني حد بإمكانه يكون مبتسم 24 ساعة يعني معقولة في الدنيا العودة حد هالنمونة سبحانك يا رب هي والله شيء جميل من تظهر باب حجرك حتى اللي ما بيجيب لك طلب حتى اللي خاطف شال الكنار اي حد اي حد اي حد الابتسامه على ما قالوا هالكويتيين شاق الويشق تعال الامارات اظني حمد وسعيد مشغولين ويا هاليتهم لان جايين ابوي عندهم مراجعات دخاتر ظهرنا انا والخبير نمشي نترتر ونتمشى بين الازقه حيث انها اليوم عاد اليوم الاخير فاليوم الاخير قلنا بنسير نقصر دوب ونتمشى ووقت ما تفيقوا بيتصلوا بنا خل المكان بخبركم والله يا ابوكم يا هالبلادين ها فنانه كان ما تبى سيايير وتبى تبى حركات تيار لا تبى بي حركات الفقراء اللي هي تقز الدنيا قز برويلاتك تشوف هالشيء اللي ياخذ العقل هاي البنايه اللي توني اصور تحت روحي ابوكم غير نمونه شوف الله عليكم والله العظيم يا ابوك يا هالبلاد ينها لا صار شراته شو بقولكم كم أصور البلاد وايد فنانة البلاد فنانة والله يا ابوكم يعني ما ودك تودرها ما تتودر يعني مال يلسة وما بغالي ترى البلاد برشلونة أبدا مش غالي أبدا مش غالي وكل شيء فيها وافج ورخيص وزين وشيء جميل يعني شيء جميل ديكورات مغاوية وأشياء مغاوية يعني يعني بحد ويمشي شو هالبناية بلوكنات كلها خضرة أنا عن عمري عايبتني البلاد عايبتني وعايبتني من زمان أصلا من زمان عايبتني من زمان ييه حافظ على البربل ييه ما توجه ييه والله شوفوا ما يبالي كلام أي سلام يا سلام والله العظيم حراني أنا راعي الحفيز هذا أقولكم عندوك حتى هذاك بعد لابس بربل أقولكم غير نمونة أكيد هاللي تشوفونهم كلهم جروبات سياحية هذا جروب وهناك جروب وهناك جروب كل هالعالم يا سبوي في هالبراحة اللي تحت مشاهدين أبوي هالكنيسة جروب يدخل شو بعد يدخل جروب يدخل وجروب يظهر تاريخهم تاريخ الكتالونيين عريق هالبلاد هايل ناس وايد اقتصاد اللي في الدنيا العودة كله موجود عندهم هني في برشلونة
برشلونة دونا عن المناطق الثانية المدن الإسبانية هي راعية الخير، هي راعية الاقتصاد، هي اللي فيها المردود، يعني هي البلاد اللي فيها المردود المادي. باجي المناطق ما عندهم دخل، فيالس هي برشلونة تكد عليهن كلهن هاي اللي تابعات لها، مدريد وما مدريد وغرناطة وبرناطة وزرناطة وخرناطة وما أدري، كلهن اللي تصرف عليهن برشلونة هاي اللي تشوفونها، هي أم الخير، هي راعية الخير. حافظ على الوزارة المبكى، ما خليت أبوي في خاطري، جيت أبوي الكنيسة دخلنا. ما تشوفون اتوقع ان هذا اليوم عندهم عيد، عيد القصاصيب او عيد الضبابيخ، والعلم عند الله يعني. اتوقع ان هذا عيد القصاصيب او عيد الضبابيخ في مدينة برشلونة، اتوقع يعني. ها ظني ضبابيخ، ايه الضبابيخ متقاعدين كأنهم، ايه والله هذا كاسر بعد. هذا السوق اللي الباحييناه نحن وكان مسكر، والله راد لنا ان اليوم نيه وهو طلق. هذا السوق اظني مال الاسر المنتجه، بيكون الاسر المنتجه عندهم يسوون هالنمونه، هاي اشياء مال اسر منتجه، هاي شغلتهم، كل حد على حسب شطارته وشو يجيد شو يسوي، يعني كل انسان كل بلاد على كل إناء بما فيه ينضحوا. هالطواحين بطواحين نحن بعدنا لو عندنا هنمونة بنسوي هنمونة، كل بلاد أبويها سلكهم وشربوا عليه شو يعرفون له، يعني هذا من بيئتهم روحهم، الطواحين وما أشجار أعياد الميلاد، يعني مثل ما نحن عندنا الأول صناديق مكة مدينة، يعني من هالمواضيع. تخدم الصوف بيديها تحيك احياك. ما يعزلها اللي اصورها بيكم. شو هذا مرتز معالي راسي صورني، يلا سر منك لا تصورني ولا عندك خبر. انا رايلي حالف علي ما حد يصورني دبت حياه، يوم حتصورني يوم انا صغيرون الحين يوم عيزت فيها تصورني، لا 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 لا. وشد انها قالت لي سر، سمعتوها ربكم. كل الاشياء اللي مبرزيبها الحينه هل اعياد الميلاد والكريسماس والنوير، ها كل حين يحتفلوا به، فهاي كلها
هاند ميد صناعتهم روحهم بيديهم يخدمونها في بيوتهم. فلذلك لدعم المشاريع أظنها الأسرية هذه بيكون مبرزين أبوي عند الكنيسة يترزقون الله. الكنيسة خطفنا عدالة في الليل وكان ظلمي. فنادقهم ترى أغلبية تنزينات، هذا فندق اسمه كولون هوتيل أظني 3 ستار، لكنه فخم وجميل وموقع فنان في أشياء عندك. شوفوا كل بلد في الدنيا العودة الإنسان يقدر يتكيف بقدر ما هو على ظروفه، على ظروفه كل إنسان على حسب جاي بيعيش. تبى تعيش عيش فارهة مثل دبي مثل الإمارات، يعني أي مكان تروم تصرف 1,000,000 في يوم وتروم تصرف 1,000 درهم في 10 أيام. كل إنسان على حسب مقدورة وعلى حسب شو يريد، أو يعني هي وهي اللي عيشة تتكشت لو جاي تسوي شو وعرض. هي كل إنسان على حسب وين كان عايش وشو المستوى اللي هو عايش إنه وشو يبى يكمل حياته في المكان اللي هو ساير. هل أنت تبى تعيش في نفس المستوى اللي كنت عايش به؟ تروم تبى تعيش أقل تبى تعيش أكثر. في ناس يظهرون من قصور فارهة ويسكنون في صنادج، ما يبون يسكنون أماكن فخمة. كل إنسان يعيش على حسب ما هو يريد. في ناس ينزلون من أكبر القصور عندهم ويجلسون يعيشون في يسكنون في أكواخ. هم يبون لكل إنسان على حسب ميوله شو يبى، شو محتاج، شو قاصرنا. هنا هولا أو إنه مرحبا أو إنه كلمة ترحيبية عندهم، ما بالهاء هولا، الهاء ما يلفظون هالأسبان، كلمة مرحبا عندهم. فمن نصبح لين نمسي وين ما تصير هولا 24 ساعة. هي والله أو تمشى لو ما خلينا بقعة أنا وإبراهيم. هولا هي محوط الدنيا هاي كلها ما خلينا بقعة. المتعة المشي متعة أخير من السيائير بلاك كوستينية تودي. كلمة مبروك وايد قليلة في حق الإنجاز هذا، وكلمة شكرا أقل وأقل. لكن الحمد لله رب العالمين، كلمة الحمد لله رب العالمين توفي وتسد عن كل كلمات التعبير اللي في الكون اللي الواحد يروم يعبر بها. أقل شيء الواحد يعني يحمد الله سبحانه وتعالى، وهي أكبر نعمة. النعمة اللي هذه نعمة الحمد، أنك إذا تحمد الله وتشكره عبارة كأنك أنت شكرت للدنيا كلها. فلذلك من عقب الحمد لله والشكر لله رب العالمين نشكر أبوي حكومة وشعبا، ومبارك لكل إنسان موجود في بلادنا ولكل التيم اللي هو الفريق اللي اجتهد بكل ما يملك من قوة بقيادة الشيخ عبد الله بن زايد على الله يحفظه، ومن بعد ما خد على عاتقه أنه يصعد بجواز دولة الإمارات إلى الدرجة الأولى. هذه بشارة يتنا ونحن في برشلونة. عازمنا أبوي ننقز على كراع ننقز
والمهندس منهل يقول أنا مش إماراتي، يقول أنا مش إماراتي وأنا من سوريا، لكن فرحتي كأني أنا إماراتي. قلت له لأنك عايش في الإمارات، أي إنسان عايش في الإمارات ينتمي إلى الإمارات، عبارة شارب من ماهم كيف بتسلم من حماهم؟ ما تروم شارب من ماهم لازم أبوي يتيك حماهم. فالفرح والسرور مش بس للأهل الإمارات، الفرح عالميا أن الدولة العربية خذت الصدارة وخذت المركز الأول. هذا فرح عالمي يسمونه، فرح كل من يود الإمارات ويحب الإمارات. ما ظني محل ما يحب الإمارات، للدنيا كلها فرحان بهالخبر، الدنيا كلها فرحان بهالخبر. اللهم أدم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، واغفر إن شاء الله لحياة الشيخ زايدي الجنة مؤسس دولتنا الحبيبة، واطرح البركة في خليفة بن زايد رئيس الدولة وإخوانه وحكام الإمارات وأولياء عهودهم، واطرح البركة في الشيخات، واطرح البركة في أم الشيوخ الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الشيخ محمد على الله يطول بعمره ويحفظه ويحفظ إخوانه ويحفظ ذريتهم إن شاء الله الصغار والكبار يا رب العالمين، ولا تغير عليهم إلا إلى الأحسن. كلمت مال المطعم شو اسمه الكونسيرج، قلت له قلت لهم نبغي مطعم تقليدي مطعم اسباني، قال بخبركم عن مطعم تصيرون له يعطيكم من كل شيء شوي شوي شوي، قال لك كل الاكل الاسباني. فوصف لنا هذا المطعم، اعطانا عنوانه، نحن جايينه في نص خناخيش ومباني متهالكة قديم، وكان شيء يعني أنا أعشق الأشياء هذه، فلذاك حين جيناهم بناكل عندهم إن شاء الله. So the tapas is small dishes, okay? Everything we use like finger food to share with one drink. And a special tapas what we recommend is like for main course, main course dish. Normally we use to share as well if you want. Yes. So for two people we recommend two or three tapas to share, and there you choose a main course, one each, or just one two to share. That's fine. And we have a lot of choices with no pork. So the only one you cannot eat here is the pork chick. The rest is all fish. So it's perfect. And we need mix from everything. I choose for you. Yes. Yeah. With us. Fish. Yes. هذا مطعمهم. كل شيء اخطبوط ماسلز وما ادري شو تونه توميتو وما ادري هذا عومه وربيان وكل شيء عندهم وبايلا كل شيء عندهم. الخبز والطماط من الاكل درجة عند التكنولية كتالونيا. وذيس وان وات از ات روستد chicken croquette. ايوه اني انا ابو محمد انا بجرب لك كل واحد فيهم. زين بدان ماكريل سلطه. ماكريل سلطه يس اها with mango carrot and vinaigrette of olive oil extra virgin olive oil and hey. mango and goat fish okay yeah. with mashed potato deep fried. Thank you very much. كل شيء بيجيبون هذا من مطعم اختصاصي، يجيبون كل شيء شويون يجيبون لك مليون نوع اكل، فأكلهم وايد زين يمدحونه. ونحن جايين على نعت، ما بيجايين من طريق الفندق، هو قايل لنا الأكل مالهم الأسباني الأصلي القطون في هالمكان، هم قايلين بعد ديكورة. أنت شوف بلعك ديكورة من فوق هالمطعم. بلاد والله من كبرة. هذا حين ربيان مقلة صغيرونات ومتوت هذا أظني اللي يخدمون فيها هبجاشع، هذا متوت، هذا يخدمون به المشاوى، هاي إن كل شيء هو عظامه وما فضل عنه. كان هذه الربيانها، هاي تنكل شيء هونها، هاي طريقة تانية شيء بيفضون هذا بيلوفه وراسه وعيونه يحطوا فيها هذا شيء شرح الصوص زين يلطمونك شكله فلوفريس حيوان لذيذ.
please? This is our octopus, okay, with causa. The causa is making with much potato, lime and lemon. And this one, the octopus? Octopus, yeah. Shukran. We some roasted vegetables, this is like kind of katan and ratatouille. If you still more hungry, we're going to still go with more dishes. That's no, fine? Or I think that's fine. You think that's fine? Maybe you can actually go as well for an extra dessert as well to try our pastry. هذا عندهم مال محار شايف النا this one this is like a kind of katan and ratatouille كلا كلا do you know ratatouille it's like a French stew vegetables hey and this is a the Catalan version traditional as well Catalani Catalan yeah Catalan food هذا قطعة تونة مسوي لها red bell pepper with hey, onions nah. tomato نعم نعم a little bit of zucchini زين 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 thank you very much you're welcome مطعمهم هذا مال مال الاسبان الناس يعني هل الدار روحهم اللي يعرفون للأكليون هني اكلهم نوع هذا من المطاعم يسوي مليون نوع لكن يوم وقت التقديم صحينات اهل كبير يطعمونك من كل شيء في البط والوز والطيور والحمام والعصافير وكل نمونه ونمونه شيء يقير اللي حيد عمره يجز هب قضية جز اللي حيد عمره ما تصلح له الصوالح لي أو ما عنده حب المغامرة أو التجربة أنا عندي حب التجربة أحب أجرب كل شيء أكلهم زين لكن ما يعيب كل حد إلا للي عنده خاصية حب التجارب وحب أنه يجرب كل شيء أنا من النوع اللي أحب أجرب كل شيء يعني مثلا ما بيجي مرة ثانية هالمطعم ما بنش عسب النشين ما بعسب النشين ولا زين لا خدت كفايتي وخدت طربتي كلت اللي أنا أباه يا غير ما يرزق أن فيه مرة ثانية لأن فيه الخيارات وايدة غير آلاف المطاعم ففي أي بلاد ما يحتاج أنك تجي مرة ثانية وثالثة رابعة للي يبغي حب المغامرة ويبي يجرب أخطبوط عومة بروس بروسن ربيان بيلودة شو بقولكم أمور أنا هذا يوزني لكن ما يوزني أني أي ولي ثاني لا أو أني أجيب في حد لأنه أنا حالة نادر يعني أنا كل شيء يوزني ما بقضية كل شيء يوزني أحب روح المغامرة والخاصية هاي مش متواجدة عند العرب كلها أنا بعد روحي مخالف يلا برايكم من هل الفقير ما كل كل شويونه من هل كل شويونه لكن 90% بالأكل أنا كلته من هل من هل أبوي ما كل شيء تقريبا كل 10% كل من هاي المنشوس والعومة اللي هي الكبير شويونه إلا أنه مقلع عد آزم يودر الرأس ودر الرأس وكل اللي باجي اللي باجي هالطويله ما يشبع ياهل مرحبا والله مرحبا 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 مدام how do you know we are from Dubai for your accent no you are joking no for the face والله for the face but he is not from Dubai yeah I know but your face is from Dubai I was living there so I can make the difference والله you stay in Dubai yeah which part No, from Dubai, but from Arab. Okay, where you was Dubai? Hilton Hotel. Wallah, why you live there? For the visa. If you don't have job, you don't have visa. Are you? And I miss Spain. thank you very much. نحن هاي تونا ظاهرين من هالخنخوش هناك. وخطفنا في الخنخوش هاي اللي ظهر ما وعينا بعمارنا. إلا نحن ظهرنا أبوي في نص هالدنيا نص هالدنيا والله يا أبوكم لا بدليل ولا عنوان ولا همك الله ولا هم لا عندك لا إليك لا يعني كيف ظهرنا وكيف وصلنا هالمكان نحن ما ندريبه لو يايينه يا أبوكم حد مطرشنا على هالمكان ما وصلنا هاي يوم أقول لك أضرب شيار صيد أرانب هذا يوم أقول لك أضرب شيار صيد أرانب طاع وين ظهرنا تجينا بسبب هذا أبو مروان الله العظيم إنها مشكلة لا حد يسألنا نحن وين لأن
هذا ابوي المكان نحن ينال بالصدفة ولا نعرف له ولا نعرف شو اسمه. ها اقولكم هذا ابوي حمد توا واصل وسعيد ابوي توا واصل. انا قلت بخلي لك اليوم مفتوح روحك تحوط اتحرك مو باكر والله عقب باكر وتسيت يظهر لين فوق لفت له شو لا تلقى داري دور 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 لا لا والله يا ابوك ما حد سار لفت ميت انا بس قال لي لفت يودي كوك مكثر قوله عيني ما شفت مكثر قوله هذا ولد اخوك عدار امارات والله مليون مرحبا بك ها اخوي قوي ها ها مقواك اسميك انت اقول لك اردني راي بحر كيف نفس الإمارات اللي سكن في بيت عادي. وين نبني بحر؟ البحر الأحمر. إيه. البحر الميت. بس ما يصير شيء يصير هواء. نهر برضو. آه نهر. البحر الميت ما في شيء. ليه؟ تبي تكون بويت وقف على رأسه. إيه. الله يسلمك. يلا فما الله يسلمك. يلا بدعت الله. مشكور يا أبو شيخة. يلعبوا. نحن بشوفكم نشوفك. يعني وانبسطنا هالكم من يوم لي وياكم. مرغيتوا. مستعيل على الطيارة بس علي عزمنا عليك تقعد ما طعت شكرا حمد نتلاقى ان شاء الله معاك في سفرة اخرى ان شاء الله سلموا على اهلكم وكرمكم الله شكرا على حسن الاستضافة ان اخذناكم من عند اهليكم شكرا جزيلا يلا مع السلامة الخبير وينه ثانك يو هاي يلا مع السلامة هم الله يا حمد الله يحفظكم سلموا على الوالدة اليوم استاذ